شكل القصة رح تنحل منرجع ايد وحدة بتنحل منرجع ايد وحدة بتنحل خرجنا في تلك الفعالية الشعبية لنؤكد أن الثورة تلفظ الفكر الظلامي والفكر الدخيل على هذه الثورة. سنعيد تلك الثورة ألقها، سنعيد صوت الشباب اللي خرج وصفح بكلمة حرية. وجانا رسالة للوزراء اللبنانيين اللي بدون يجوا يحضروا معرض دمشق الدولي ليرموا شباك الأمان للنظام، ليعوموه نظام شرعي. قلنا لهم أنتم متعودين تعيشوا تحت البصار السوري، أنتم بس مروا على دوما، مروا على شبعة كيف دمر هذا النظام، ومروا على معامل البراميل المتفجر. هذا اللي جاء اسمه حسين الحاج حسن وزير الصناعة نائب عن ميليشيا حزب الله. وجانا عدد رسائل عن استقالة كارلا ديليبونتي اللي هي محققة بجرائم الدولية، وقلنا لهم العالم كله بيعرف وهي مفهم العالم أنه هذا النظام يرتكب المجازر ويقتل السجناء داخل السجون، ولكن العالم صم أذنيه عن سماعهم ومبحينا وما حدا عم يسمعنا، ولح يرجع الفعل للشعب السوري بإذن الله تعالى.